بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما أدعو الله تبارك وتعالى لكم أن يمتعكم جميعا بجمال الصحة وبصحة الجمال. النهاردة موعدنا مع الحلقة السادسة من البرنامج الجميل قرآنا يمشي، وحلقة اليوم بعنوان الغنى غنى النفس، الغنى غنى النفس. والحلقة النهاردة كما عودناكم فيها هدية هيقدمها ضيفنا الكريم، بس قبل الهدية وقبل إجابة سؤال الحلقة الماضية دعونا باسمي وباسمكم نرحب بضيفي البرنامج فضيلة الدكتور مجد الشريف. أهلا بك وسهلا. الله يرضى عليك. المشرف العلمي على الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة المكرمة. أهلا بك معنا الدكتور. الله يرضى عليك. أهلا بك وسهلا. كما يسعدني أن يكون معي في الاستوديو حبيبي وأخي وشيخي الذي يعني أسأل الله تبارك وتعالى أن يجازيه عنا خيرا بتلبية الدعوة، فضيلة الشيخ أشرف راشد الداعي الإسلام المشهور. أهلا بك وسهلا. أهلا وسهلا. كنا معانا الدكتور في كل حلقة ننور ثلاث محاور، وأنا أعلم يعني أني لن أسد مكان الدكتور طارق، ولكن أطمئن السادة المشاهدين أنه الجمعة السبت القادم إن شاء الله يكون موجود، فهو قام وقيمة يعني لا أعوضه أبدا، لكن نحن نتشبه بالرجال يعني ولسنا منهم. فضل الدكتور، إحنا معانا هدية النهاردة عن الظواهر في السماء، ولكن قبل الهدية معالي الدكتور نجاوب على سؤال الحلقة الماضية. كان سؤال الحلقة الماضية عن سيدنا سراقة بن مالك لما أتى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع وبشره النبي صلى الله عليه وسلم أن قال له كيف بك يا سراقة وأنت تلبس سواري كسر، ثم رجع سراقة مرة أخرى إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تردد سؤال الحلقة، لماذا تردد سراقة بن مالك ورجع مرة أخرى إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحلقة الماضية إن وعد الله حق، كيف نصل بأنفسنا جميعا إلى اليقين والتأكد بأن وعد الله حق. فسراقة بن مالك في المرة الأولى سمع الوعد من الله ورسوله، ارجع يا سراقة ولك سوار كسرى. فما الذي دعاه أن يتردد ويرجع لمطاردتهم مرة أخرى؟ لم يكن قد أسلم بعد، لم يكن قد دخل في قلبه اليقين. يعني لو كان مسلما ما رجع أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له خيرا، لا يمكن. لكن هذا التردد هو من قلة اليقين، لم يكن قد أسلم بعد. فلما رجع مرة أخرى وغاصت قوائم فرسه، فبدأ اليقين يتحرك إلى قلبه. فلذلك قال ادعوا الله لي هذه المرة ولكما أن أرد عنكم الطلب. والحمد لله قد كان وأخذ السوار. كانوا علماء التربية في هذه النقطة يا دكتور يقولوا أن في حاجة اسمها المعطيات الصفرية. الله. يعني سيدنا رسول الله خارج ومطارد، ولكنه يعد بشيء كبير جدا. الله أكبر. فإن وعد الله حق. على نور من ربه. طب هديتنا بقى دكتور النهاردة من كتاب الدين الحق. نأخذها في دقائق معدودات. اليوم إن شاء الله هديتنا من كتاب الدين الحق تحت عنوان ظواهر في السماء. إزاي إن ربنا أكرم مدير مرصد طوكيو البروفيسور يوشيدي كوزان لما يتعرف على هذه الآيات من القرآن الكريم يعلن لكل الدنيا ويقول إن المتحدث بالقرآن الكريم يعلم كل شيء وبكل دقة وتفصيل. لما رأى ظاهرة ضيق الصدر بالصعود في السماء، ظاهرة السماء الظلام الدامس عندما نخرج من الغلاف الجوي، عندما وجد هذه الظواهر التي يدرسها لطلابه يرى هذه الأشياء في القرآن الكريم، يعلن لكل الدنيا البروفيسور يوشيدي كوزان ويقول إن المتحدث بالقرآن يعلم كل شيء وبكل دقة وتفصيل. وهنا نرى بأعيننا قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. نعم.
طبعا انطلاقا من عنوان الحلقه اليوم يا دكتور، الغنى غنى النفس. الغنى غنى النفس. واحنا في كل حلقه كما عودتونا انت والدكتور طارق بنركز على ثلاث محاور من التنوير: تنوير الفكر، وتنوير السلوك، وتنوير المعامله. نعم. بالنسبه لتنوير الفكر في حلقتنا اليوم الغنى غنى النفس، كيف نعم. ننور فكرنا الله بقضيه الغنى غنى النفس، وهل نعم. الغنى غنى النفس حقيقة ولا غنى العرض برضو نعم. غنى؟ وهل هناك حديث نعم. نبوية ذكرها لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمنا هذا؟ الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يخبرنا في الحديث الشريف: ليس الغنى عن كثرة العرض. يعني إنسان عنده أشياء كثيرة، أموال كثيرة، سيارات كثيرة، وعمرات كثيرة، وأراضي كثير، كل هذا لا يحمل هذا الإنسان لا يحمله على أنه يشعر بالغنى، ولكن قد يدفعه إلى أنه يشعر بالعوز، يشعر بالنقص. سبحان الله. إذن فما الذي يصل به إلى الغنى؟ غنى النفس، وجود القناعة لا. في النفس. حتى لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى ثلاث ولا يملأ فاه إلا التراب، قال: ويتوب الله على من تاب. كل هذا ليس معناه أن الإنسان لا يحصل على الكثير من العرض، لا، يحصل على الكثير من العرض وهو مطمئن وهو مكتفي ويبتغي فيه الدرجة. لكن لا يكون هدفه في هذه الحياة هو الحصول على العرض. يحصل على العرض يبتغي فيه الدرجة الآخرة، ولكن لو لم توجد القناعة لا يمكن أن يوجد الغنى. نعم. لا يمكن أن يوجد مهما الغنى. حصل من العرب. نعم. لا لم يكن مصاحبا للقناعة. نعم. نعم. لا يستطيع الإنسان نعم. أن يعيش في هذه. والحديث الذي ذكره فضيلة الشيخ أشرف لو يبدأ لنا به، اللي هو ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. تفضل فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ أشرف، فضيلة دكتور تكلم عن الغنى غنى النفس، وإزاي أن الإنسان منا ماشي لا بأس ان هو يحصل شيء من العرض، ولكن ما تكونش غايته بس تحصيل العرض، لكن يكون معاه شيء من القناعة. لو هذا تحقق للنفس البشرة، ان انا تحقق عندي الغنى هذا واصبحت نفسي غنية، هل يستفيد الانسان من هذا الامر ام لا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الصادق الامين صلى الله عليه واله وصحبه اجمعين. لا شك ان مطلب غنى النفس مطلب غالي ومطلب راقي ومقام عالي. نعم. والإنسان لو بذل يعني مجهوده وسعيه لتحقيق هذا المقصد فهو يعني في الطريق السليم. لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما حط يعني كفتين: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. فكأن في مطلبين، زي ما قال فضيلة الدكتور، لو بس السعي لكثرة العرض فهو يعني ايه مش هو، لكن الصح اللي هو لكن المقام الإسلام المطلوب مش ضده. لا لا شك طبعا، لا شك لا شك. بدليل كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم: عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. نعم. المال الصالح للعبد الصالح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يوجهنا الى السعي لتحقيق غنى النفس. وغنى النفس له فوائد كثيرة، يعني من اول او اهم الفوائد ان ده في حد ذاته يعني يوصل العبد لرضا الرب سبحانه وتعالى، اصلاح للنفس البشريه. نعم. نعم. لان الحديث بيوضح: فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. يعني ممكن انسان يكون عنده اشياء كثيره ولا يرضى، وعنده اشياء قليله ويرضى، فحصول الرضا يكون سبب في رضاء الخالق سبحانه وتعالى عن العبد. نعم. كمان يا معالي الدكتور فضل الشيخ، لو أسقطنا هذا الموضوع على الواقع وأصبح هناك غنى في النفوس، المرتشي لا ينظر إلى الرشوة. الله. الذي يغل لا ينظر إلى ما يغل. نعم. يعني استفادت المجتمع المسلم من تحقيق الغنى في النفس. هل هذا سيؤثر على سلوك الأفراد؟ هل هذا سيؤثر عليهم في معاملتهم مع غيرهم أم؟ ما هي يعني فوائد كثيرة، غنى النفس له فوائد كثيرة، منها زي ما قلنا أول فائدة إن العبد يتحصل على رضا الرب سبحانه وتعالى. سبحانه. ومن فوائد غنى النفس كذلك إن العبد يعني يستغنى عن إيه؟ عن الناس، ويتحصل على راحة البال. نعم. 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 ومش هيكون عنده مطمع فيما أيدي الناس، هيكون عنده قناعة.
طب لو حصل هذا في المجتمعات يا دكتور، يبقى احنا كده وكأننا بننتقل في حلقتنا إلى تنوير السلوك. نعم. لأنه الموظف يتعامل بغنى النفس مع هيئته التي يعمل فيها. نعم. ويتعامل بغنى النفس مع أصحابه وقرنائه. نعم. كذلك الجار يتعامل بغنى النفس مع جاره. نعم. أو مع جيرانه. نعم. بإذن الله تبارك وتعالى نركز اليوم في تنوير السلوك عن. نعم. أمر مهم جدا. نعم. ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. نعم. العبد الذي يعلم حقيقة الدنيا ويعلم حقيقة الآخرة يعمل للآخرة مثل ما يعمل للدنيا ويؤثر عمل الآخرة. نعم. كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. والحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده. فالإنسان هيعمل للفاني وهيعمل للباقي، ولكن أولي الألباب ينظرون إلى حقيقة الدنيا وينظرون إلى حقيقة الآخرة، فيجد أنه يكتفي بالقليل في الفاني ويبذل الكثير في الباقي. طب الإمام النووي فضيلة الشيخ بوب بابا في كتاب رياض الصالحين سماه باب فضل القناعة. الله. والحث عليها. هل القناعة فعلا نتيجة من نتائج الغنى؟ نعم. يعني الغنى يؤدي إلى القناعة. نعم. وبالتالي الإنسان إذا ما أصبح قنوعا. نعم. رضي بما قسم الله تبارك وتعالى له. نعم. نعم. طيب ما فلسفتنا احنا في رؤية المال، يعني في حديث أبو ذر لعل سيادتك تعلمنا، لما سيدنا رسول الله سأله قال له: يا أبا ذر، هل الغنى كثرة المال؟ قال: نعم. يا أبا ذر، هل الفقر قلة المال؟ قال: نعم. قال له: لا، لدي ولدي. الله. قال له: الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب. الله. نعم. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول لنا: وأحدثكم حديثا فاحفظوا. نعم. يعني سبحان الله، الحديث الوحيد الذي نقرأه احفظوا، أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم احفظوا. قال: وأحدثكم حديثا فاحفظوا. نعم. إنما الدنيا لأربعة نفر. هنستسمح فضيلتك يا دكتور معنا الاخ يوسف مكمل. اهلا وسهلا. اهلا بك وسهلا يا استاذنا، تفضل. عليكم السلام. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل. الله يحفظك. تفضل، اهلا بك وسهلا، تفضل. الله يبارك في حضرتك. كنت عايز اسال حضرتك كيف الاستعانه على صلاه الفجر؟ كيفيه الاستعانه على صلاه الفجر؟ الله. نعم. طيب يجيبك الدكتور ان شاء الله. ان شاء الله. سؤال ثاني. نعم. يوسف. الدكتور أشرف، الشيخ أشرف. أحسن الله إليك، أحسن الله إليك، مبلغ إن شاء الله. إن شاء الله. يعني صلاة الفجر كما الآن يجيب علينا فضيلة الشيخ، بس أنا أكمل الحديث. وأحدثكم حديثا فاحفظوه، إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا. نعم. نعم. وعلما، فهو يتقي فيه ربه، لا ينفق في محرم، ويصل فيه رحمه، يؤدي حق رحمه. نعم. ويعلم لله فيه حقا، يعلم حق الله عز وجل. نعم. أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. على أصحابه في سبيل الله. كما ينفق في معاش الدنيا ينفق على دينه ونشر دينه، دين الله عز وجل. فهو بأفضل المنازل، سبحان الله. إذن انظر إلى نظرة الإسلام إلى المال، شيء عظيم يرفع الله به العبد أعلى الدرجات. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم بها أنا لا، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه أنا لا. يعني استفاد من هذا المال أنه ينفق. طب إن لم يؤت هذا الإنسان مال ولكن حدثته نفسه بأن لو آتاه الله مالا لفعل مثل صاحبه. إذن أنت تكمل الحديث. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، بهذا العلم يبدأ يطمع في الإنفاق في أوجه الخير الخير، فهو بنيته يقول: لو أن لي مثل مال فلان لصنعت مثل ما صنع. لو أن الله تبارك وتعالى أعطاني أموال أنا أصنع مثل هذا الرجل، أتقي فيه ربي، وأصل فيه رحمي، وأعلم حق الله تبارك وتعالى فيه. وفي الرواية الترمذي: ويعمل لله فيه بحقه.
فأجرهما سواء. الله ما شاء الله. الله هنا نفهم معنى الحديث: من هم بحسنة كتبت له. فلذلك إذا نخرج من هذه الحلقة سواء فعلها أم نفعلها ننوي أن ما آتانا الله نبتغي فيه الدار الآخرة، والله يكتب لنا هذه الحسنات جميعا. تسمح لي فضيلة الشيخ أشرف نجاوب على أخونا يوسف على سؤاله: إزاي أحصل صلاة الفجر؟ يعني صلاة الفجر كالقلب بالنسبة للجسد، إن صلحت صلح صلح الصلاة، وإن فسدت فسد الصلاة. من صلى الصبح فهو في ذمة الله. من صلى الصبح فهو في ذمة. يعني عايزين روشتة علاجية عملية، إزاي أصحى أصلي؟ إزاي أحافظ عليه؟ أستأذنك قبل ما فضلت الشيخ أشرف يجاوب لنا على كيف نصلي الفجر، أريد أن أزف هذه البشرة. الذي ينام بنية صلاة الفجر، ينام وهو ينوي أن يصلي الفجر ويضبط ينبهه على ذلك ويضبط نفسه على أن يصلي الفجر أو يقوم قبل الفجر، قال عليه الصلاة والسلام: من نوى أن يقوم في ساعة من الليل ثم غلبته عيناه كتب له ما نوى وكان نومه صدقة من الله عليه. أنا لازم أنوي. أذن. نعم. فضل فضيلة الشيخ. الشيخ يكلمنا عن المجاهدة. هو مجاهدة النفس. هو يعني هو الاستعانة بالله عز وجل طبعا. الله. يعني هناك سببين أساسيين يأخذ بهم العبد للقيام لصلاة الفجر. أولا أسباب غيبية إيمانية وأسباب مادية ملموسة. الأسباب الإيمانية الغيبية أول شيء إن الإنسان يعني يعرف فضائل صلاة الفجر. ويعرف إن هذه الصلاة محبوبة من الله عز وجل. ويعرف إن هذه الصلاة صلاة الفجر مشهودة من الملائكة. يعني يقرأ في فضائل صلاة الفجر. وفيها تقسم الأرزاق. من صلى الصبح فهو في ذمة الله. نعم. ولما يعني يعلم إني يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاتي الفجر والعصر. فمعرفته بهذا الشيء واستعنت بالله عز وجل وكمان طلبه من الله. يعني الواحد فينا لو عنده مسألة مهمة تجده بيصلي ركعتين ويطلب من الله ويقول لفلان ادعي لي وهكذا. ففعلا احنا محتاجين نحافظ على صلاة الفجر، محتاجين وفقراء الى هذه الصلاة دي المشهورة. في اليمنيات. دي في اليمنيات. وفي الأسباب المادية الملموسة ان انا انام بدري وما جهدش جسمي جامد عشان ما نمش كتير، ما نمش متأخر، أكلف حد من أحبابي أكلف واحد واثنين واظبط التليفون ولا المنبه وهكذا. يعني ناخذ بهذه الأسباب الايه الأسباب المادية. نرجع لعنوان حلقتنا وتنوير السلوك. نعم. كيف يتم نتحصل على تنوير السلوك من خلال عنوان حلقة اليوم: الغنى غنى النفس. نعم. هنا نقطة مهمة، إن كثرة العرض لا حرج، لا حرج شرعي على كثرة العرض، ولكن الحرج الشرعي في كثرة العرض أن الإنسان لا يقنع ويظل يكنز حتى تنتهي حياته بدون ما يستفيد من هذه الكنوز. ولكن هو حث من أحب دنياه أضر بآخرته، يكنز من الدنيا ولا يقنع، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، يبدأ يسحب من هذه الكنوز ويضع في الآخرة، فآثر الذي يبقى على الذي يفنى. فليس التحذير من كثرة العرض، ولكن التحذير من عدم القناعة، طغيان هذا العرض من عدم القناعة. نعم. ولكن وجود القناعة بيجعل العبد زي ما تفضلت مشكور لا يبغي على الآخرين، لا يرتشي، لا يغل وكذا، وفي نفس ولا يتعدى على الآخرين، وفي نفس الوقت يبتغي فيما آتاه الله الدار الآخرة، يستفيد من هذه الأموال، يستفيد مما آتاه الله. نعم. طبعا فضل الشيخ، لا شك في أن جيل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم يعني أرقى جيل وأنضب جيل، وإلا ما كانش الله تبارك وتعالى اختارهم لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام وأطهر قلوب. فهل هذا الجيل الفريد الذي لم ولن يتكرر إلى يوم القيامة حقق فعلا موضوع حلقتنا اليوم: الغنى غنى النفس؟ وهل في صور في حياة صحابة رسول الله الكرام ممن حققوا هذا؟ ده يدفعنا إلى إيه؟ إلى أن معرفة أن هذه الصفة الغالية، صفة غنى النفس، يعني صفة مكتسبة.
يعني نفس الصحابة رضي الله تعالى عنهم قبل إسلامهم كانوا في ضلال مبين كما قال ربنا عز وجل، ولكن بسبب اجتهادهم وبسبب معرفتهم، ودي أسباب نتعرف بها كيف نتحصل على هذه الصفة وهذا المقام اللي هو تحصيل صفة غنى النفس. فمن بين هذه الأسباب ما حدث مع الصحابة أنفسهم، اللي هو الأمر الأول وممكن نقول حوالي 5 أسباب تقريبا. السبب الأول أولا معرفتهم بربنا سبحانه وتعالى، لأن القلب إذا عرف الله سبحانه وتعالى وتقرب إليه عز وجل فانشغل بالملك جل جلاله عن أمور الدنيا، وبالتالي تجد غني النفس، كانوا أعرف الناس بالله تبارك وتعالى. فدي نقطة مهمة. والنقطة الثانية كمان معرفتهم بالآخرة، يعني معرفة الصحابة بالآخرة خلاهم ينشغلوا بموضوع الآخرة. وموضوع الآخرة للأسف احنا ممكن نرى عند بعض الناس يرى مثلا بسيط، موضوع الآخرة موضوع ضخم أضخم مما تتخيل، حتى انه شغل الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الأمور اللي كما تفضل الشيخ، يعني الأمور اللي أباحها الله سبحانه وتعالى، يعني أباح لنا جل جلاله أن نكثر من المال، ما في حرج في كثرة المال، ولكن انشغالهم بالآخرة جعلهم ينفقوا المال في يعني حتى ينسوا هذا الجانب. وكمان أمر آخر في يعني في سبب من أسباب تحصيل هذه الصفة الغالية اللي كانت عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إن هو يعني آثر ما يبقى على ما يفنى. فبقى انشغاله بما يبقى من أمور الدين وأمر الآخرة أكثر بكثير مما إيه مما يفنى. كمان يعني نرى في حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم نماذج كثيرة، يعني لما نرى مثلا بعض الصحابة وتأتي مثلا أن النبي نفسه صلى الله عليه وسلم يعرض عليه زي ربيعة بن كعب الأسلمي، لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا ربيعة سلني، النبي صلى الله عليه وسلم شافه يعني إيه مقيم في أعمال الآخرة مشغول بأعمال الدين أعمال الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان ربيعة بن كعب كان من يعني مهاجر يعني من أهل الصفة، هو ليس من أهل مكة لكنه من الوفود اللي جات وأقامت في المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله، يعني هنا النبي بيسأله علشان يعطيه من أمر الدنيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا ربيعة سلني. فربيعة ماذا قال؟ قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. ده اللي شغله، حدد هدفك يعني هو يعني. ولذلك يعني مسألة الزهد في الدنيا والقناعة والرضا مش مسألة يعني مش مسألة عاطفية أو مسألة مثلا دينية، دي مسألة عقلية بحتة، يذكرها أولو الألباب، مسألة عقلية بحتة، عقلية بحتة. أنا هقعد في الدنيا قد إيه وهقعد في الآخرة قد إيه. في الحديث لما سيدنا رسول الله سأل الصحابة الأعرابي مع الدكتور لعلك أعلم بهذا الأمر مني، وقال له تمنى علي، قال لي جارية تخدمني، قال له تمنى علي، والصحابة يعني وجوههم تتغير، النبي وجهه يتغير، قال له كلب يحرس غنم، قال له تمنى علي، فقال له دابة تحملني. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام قال له أيعجز أحدكم أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ فالصحابة قالوا وما عجوز بني إسرائيل يا رسول الله؟ قال امرأة كانت تعرف قبل قبر يوسف عليه السلام، وسيدنا موسى عليه السلام أراد أن ينقل يوسف ليدفنه في بيت المقدس في خروجه من مصر. فلما يعني هذه المرأة الوحيدة اللي كانت تعرف مكان القبر ودلت نبي الله موسى، فقال لها تمني علي، قالت مرافقتك. الله الله، فهي حددت الهدف يا مولانا. نعم. طيب وهنا نقطة مهمة يا دكتور. تفضل. حضرتك بتتكلم عن نقطة جميلة وهي الأموال التي أكرم الله بها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كيف استفادوا منها؟ عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر يفتح الله عليكم كنوز قيصر، الله أكبر يفتح الله عليكم كنوز كسرى، إذن كل أموال الدنيا بالكامل سوف تكون في يد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كيف استفادوا منها؟ قال والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. سبحان الله. حتى أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وإن كانت لتأتيني الغنائم مثل الجبل، الغنائم نصيب الصحابي جبل من الذهب، أقطع منه بالفؤوس فلا يمر علي الحول وليس علي زكاة. سبحان الله، أنفق في نشر الدين، أنفق في نشر الدين حتى نفذ ما عنده في غضون سنة. فكيف نستفيد من الأموال أن نبتغي فيها
نبتغي فيما اتاك الله الدار يعني الأخر. نيتي في تقصيرها ان انفقها نعم في يعني نعم في ارضاء الخالق نعم يتقي فيه ربه مش ان انا اخزنها يعني. ويصل فيه رحمه ويعلم لله في حقه هو افضل المنازل اللهم اجعلنا منهم يا رب. طيب هل كانوا ينفقون في سبيل الله بنفس القدر اللي بينفقون به على انفسهم ولا الانفاق في سبيل الله كان بلا حدود؟ شوف والانفاق على خلق الله بلا حدود والانفاق في دعوه الله بلا حدود ولكن الانفاق على النفس كانت شوف دكتورنا الحبيب سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال كلام عمومي رحمه لكل الامه لينا كلنا. الحديث في صحيح مسلم قال عليه الصلاه والسلام افضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله وسيله توصيل هذا الدين للناس ودينار ينفقه على اصحابه في سبيل الله رواه مسلم. يعني النفقه على من اعول هذه من افضل النفقات والنفقه على توصيل هذا الدين كل الدنيا هذه افضل النفقات والنفق على كل من يعني يعمل في نشر الدين في كل الدنيا هذه من افضل النفقات ولكن لم تحدد ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا يعني فآثروا ما يبقى على ما يفنى يعني حاول تكثر من ايه حتى امنا عائشه رضي الله عنها لما قال عليه الصلاه والسلام كم بقي من الشاه كلنا نعرف هذا الحديث فقالت لم يبقى الا كتفها فقال بل بقيت كلها ذهبت كلها وبقيت بقي آه بل بقيت كلها خلاص ليه لانه كله تم التوزيع على الايه هذا باقي والا ايه كتفه نعم. طيب يا معالي الدكتور لو تحدثنا عن الغنى وانا عايز اعرف نفسي هل عندي غنى نفس ولا لا عايز اقيم نفسي هل هناك علامات لغنى النفس؟ طيب دكتور ممكن اتعرف بها على نفسي او على الاخر خلينا في النقطه الجميله هذه علامات كيف يعني قبل ما ناخذ علامات غنى النفس من علامات طبعا غنى النفس ان العبد يعني يكون زهده في الدنيا واضح وانفاقه للاخره واضح ولكن النقطه المهمه كيف يعني ونريد برضه فضيله الشيخ اشرف يعني يدلو بدلو في هذه النقطه كيف نحصل على غنى النفس نعم كيف نحصل على غنى النفس؟ معنا اتصال الشيخ علي من امبابة ممكن اسمحك؟ تفضل يا فندم. استاذ علي تفضل. استاذ علي معانا على الهواء ولا قطع الاتصال؟ تفضل الو استاذ علي تفضل. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومرحبا اهلا وسهلا. استسمح فضيلتك استسمح فضيلتك يا سيدي كلمني من التليفون نوطي التلفزيون شويه يا شيخ علي عينيا اتفضل اتفضل انت على الهواء اتفضل يا شيخ قبل ما نتكلم باي حاجه يا دكتور عايزين نسلم على الشيخ اشرف اهلا بك وسهلا الله يحفظك سلم عليك شيخ اهلا وسهلا اهلا وسهلا من حمد القران ونحب نسمع صوت حب صلى وراه من مشايخ الكبار الله يحفظك يا رب الله يحفظك ونسلم على كلمة شخصيا ونسلم على الشيخ اللي على ايدك اليمين ده ربنا يحفظه ويكتب له يا رب المشاهد ربنا يبارك في عمرك يا رب يحفظك والحلقه دي سيدنا والله عاده الايمان جدا سيدنا والعزيز اسمعها كل شيء الله يحفظك واحنا لما بنسمع صوت الصالحين والله بيعلى ايماننا ربنا يحفظك طيب هل عندك سؤال لفضيله الدكتور وفضيله الشيخ؟ والله يا سيدنا انا كنت عايز اسمع صوتكم بس ربنا يبارك فيك جزاكم الله خير جزاك الله خير نعود لسؤالنا الجميل كيف نتحصل على غنى النفس؟ تفضل دكتور الله يحفظك ويكرمك طبعا اول شيء ده يعني مقصود عظيم يعني اول شيء حتى نتحصل على هذا المقام العالي ان احنا نفسنا نستشعر ان ده امر فعلا غالي يتطلب مننا ان احنا نبذل له وننفق عليه ونطلبه من ربنا سبحانه وتعالى واول الاسباب اللي تعين على ذلك بعد ان انا استشعر قيمه هذا الامر ان اطلبه من ربنا الله يعني اطلب من الله زي ما الانسان يكون عنده مطلب غالي في امور حياته الدنيا فتجده يهتم بيه ويلح في الدعاء ويبكي في الدعاء ويصلي ركعتين ويتصدق ايه هدفه من ده كله هدفه اني اتحصل على هذا الشيء الغالي فنفس الكلام نعمله في طلب غنى النفس وكمان من الاسباب اللي تعين على كده ان انا يعني اقرا واستمع لقصص الصالحين وقصص الناس اللي هم كان عندهم غنى النفس يعني مثلا لما واحد تجي له فرصه عظيمه زي مثلا ربيعة بن كعب فرصه عظيمه النبي يقول له سلني مهما يقول له هيديله النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك هو طلب شيء اللي شاغل حياته قال مرافقتك في الجنه صلى الله عليه وسلم
طيب اللي هو الهمه دي نقطه من ضمن النقاط استاذ حضرتك، فدي نقطه من النقاط اللي هو ايه ان انا اطلبها من الله سبحانه وتعالى واستمع الى ناس اصحاب غنى النفس. لما بسمع قصصهم بيبقوا مثال حي، لان احنا مثلا في دي نقطه يعني واحدث بها الاخرين، اللي هي حته ان انا ارى امثله حيه موجوده قدامي، ده بيديني الهمه ان انا اقلدهم وان انا اطلب هذا الشيء. ومعرفه فوائد غنى النفس، يعني معرفه فضائل هذا المقام العالي تجعل الانسان يطلبه وكمان ينفق من اجل ايه؟ من اجل تحصيله ويتكلم فيه. يعني الناس لما تتكلم الأخرين. لما نتكلم في شيء حتى ولو كان الشيء ده بسيط، لكن كثره الكلام عنه والسماع عنه بيجعله كبير في ايه؟ في حياتنا. وهنا نقطه مهمه يا فضيله الدكتور، بس اسمح نستقبل اتصال. اتفضل يا عم حسن من الصوت، اتفضل. الو. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا. اهلا بك وسهلا، مرحبا بصوت وعلى صوت الصعيد كله. انا عايز اشكر الناس اللي زي حسن اللي شايفه قدام عينيا دي. احنا اللي بنشكرك على متابعتك للبرنامج وربنا يبارك فيك. وعاوز الشيخ ده يدعيلي عشان انا عندي تحليل بكره وخايف من التحليل ده ومش عارف اعمل ايه. يدعي لك فضل الشيخ ان شاء الله. ان شاء الله ربنا ييسر لك كل امر ان شاء الله. متعك بالصحه والعافيه. الدكتور يطلب الدعوه عم حسن. اللهم امين يا رب. اللهم امين. اللهم امين يا رب. وصلى الله تبارك وتعالى ان يشفي شفاء تاما لا يغادر سقما ولا ان. امين. معالي الدكتور، علو الهمه هذه التي تحدث عنها فضل الشيخ وتحدثها عنها فضلتك، هل كانت عند رجال فقط ام ان هناك نساء الصحابه والتابعين ايضا كانت عندهم؟ عشان طبعا معانا النساء الان يشاهدوننا. نعم. فيقولوا يمكن يكون العلو الهمه ده، فعندنا امثله كثيره. هل هل كان نساء الصحابه كنا يعني اصحاب همه عاليه مثل الرجال؟ الله. كم كان زي ام عماره وغيرها. كم كان انفاق امنا خديجه رضي الله عنها رضي في الله. في يعني نصره الرسول عليه السلام ومؤامره. معلش اهلا صوت يا دكتور. اكرمونا بالاتصال اليوم معنا الاستاذ محمود بن السوط. الو استاذ محمود، اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا. منورين الشاشه والله. الله يرضى عليك. الله يبارك في عمرك يا رب. اتفضل استاذ محمود. ممكن اسال على السؤال؟ اتفضل طبعا، اهلا وسهلا، اتفضل. الربا مذكور في القران شيخ؟ الربا مذكور في القران. يجيبك الدكتور ان شاء الله. الربا التعامل بالمال يعني. ايوه المال بالمال. نعم يجيبك الدكتور. في سؤال ثاني يا استاذنا ولا خلاص سؤال الربا؟ الربا بقى. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا على الاتصال، شكرا. معالي الدكتور، الربا موجود في القران الكريم في حديث الرسول عليه الصلاه والسلام في هذه النقطه مهمه. مروا بالمعروف وان لم تاتوا، كما الحديث في المشكاة. يعني انسان لم يصل الى غنى النفس بعد. لا حرج ان هو يتحدث عن فوائد غنى النفس مع الناس ويامر بهذا المعروف حتى يرزقه الله هذا الايه؟ المعروف. يعني هذه لو ما كانتش الصفة دي عندي أمتاز بها. نعم. أو أتخلق بها. نعم. ينفع أنصح بها غيري؟ مروا بالمعروف وإن لم تأتوا، حتى لو لم تأتي في هذه الصفة أنا أمر بها حتى تأتي في بإذن الله، ويكون أمري بهذا المعروف سبب في حصول المعروف في حياتي. ولا تتبع خطوات الشيطان في هذا الأمر، يقول لي يعني أنت إزاي يعني عندك هذا الخلق وتروح تنصح وتروح تعظ وتروح تخطب. أنا أفعل ذلك حتى يرزقني الله تبارك وتعالى هذا الشيء. تمام. هذا الأمر. الأمر الثاني، ما الذي دعا كثير من الناس في أوروبا قاموا بمظاهرات الاعتراض على النواحي الاقتصادية بأن الفوائد الربوية هي سبب فساد الاقتصاد العالمي؟ ما الذي؟ لأن الربا عبارة عن يعني أموال زائدة بدون عمل، يعني ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وهذا لا لا، الله أحل البيع. هذه مغالطات منطقية. أحل الله البيع لماذا؟ لأن البيع إنتاج وتاجر جملة وتاجر قطاع يعني يستفيد من البيع آلاف من الناس، لكن الربا زيادة وهمية. زيادة وهمية يعني مال وتزيد على المال، لا يوجد لا إنتاج ولا يوجد استهلاك ولا يوجد اي فائده، يعني على الافراد وعلى المؤسسات، بيعمل عمليه شلل لكل الايه؟
لكل لذلك كثير من الدول زي اليابان وغيرها بدأ يعمل الفايدة زيرو خلاص بدأ يتخلى عن إيه؟ عن مصيبة الربا. نعم تفضل. ربنا يعافينا جميعا. معانا أمة الله من القاهرة، تفضلي يا فندم. ألو. أيوة فندم تفضلي معايا. مع حضرتك أمة الله. أهلا بك وسهلا. أهلا وسهلا. تفضلي. حبيبي بس كنت عايزة أشوف بس يا رب اللهم آمين. إن شاء الله يدعو لك الشيخ إن شاء الله. آمين. بالله عليك ونبي شيخنا يعني بالله عليك دعوة قد كده. آمين يا رب. فضلت الشيخ. يا رب شيخنا والله. يا رب آمين. معالي الدكتور وفضلت الشيخ إن شاء الله يدعو لك بإذن الله. آمين يا رب. إن شاء الله. يا رب ويبارك فيك يا رب ومتعك بالصحة. ندعو لهم بإذن الله. ولا ننسى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: من قال كلمة الله لا حول ولا قوة إلا بالله ولا ملجأ من الله إلا إليه كشف الله عنه 70 بابا من الضر أهونها الفقر. أقل لا حول ولا قوة إلا بالله ولا ملجأ من الله إلا إليه. والحديث صحيح الترغيب. أمة الله والسادة إن شاء الله ندعو لهم بإذن الله. الحديث الجميل. ندعو لهم إن شاء الله. صحيح لسيدنا رسول الله. وأضيف إضافة في مسألة الذرية يعني ودي مسألة مجربة يعني فضل الله في كثير من الأسر يعني مسألة كثرة الاستغفار. نعم. سيدنا نوح عليه السلام وهو بيدعو قومه في سورة نوح معروف: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. فيعني ان شاء الله ننصح انفسنا وإياها بكثرة الاستغفار. كثرة الله. معنا اتصال ثاني استاذ عبد الرؤوف. مع الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بك يا استاذ عبد الرؤوف، اتفضل. حضرتك ممكن اسال فضيله الشيخ سؤال؟ مرحبا بك يا شيخ، معاك اتفضل. حضرتك انا ممكن ادي مراد بصدق وتطلعها بالنيابه عني؟ تطلعها بالنيابه عنها. تمام، ويجيبك الشيخ ان شاء الله. هذه النقطة جميلة. شكرا شكرا استاذ عبد الرؤوف. وبندخل من هذا السؤال للمحور الثالث في حلقتنا تنوير المعاملات. أن أوكل أحد بإعطاء صدقة هذا لا بأس به، ولكن المتوكل بهذه الصدقة عندما يؤديها بأمانة فهو أحد المتصدقين. نعم. يعني يأخذ نفس أجر المتصدق. نفس الأجر. يعني عندما يعطي زوجته مبلغ هي توصله صدقة فتوصله كاملا مكملا. نعم. كما أعطاها فهي أحد المتصدقين، أصبح هو متصدق وزوجته أيضا متصدقة. طب أنا ممكن أسأل سؤال زي الأستاذ عبد الرؤوف برضو؟ تفضل يا دكتور. طب ينفع يعطي الإنسان منا أهله يعني زوجته أو أقاربه من الدرجة الأولى من الصدقات أو من الزكاة؟ وهنا دكتورنا الحبيب كما تعلم دكتورنا الحبيب ان يعني من كان في مسؤوليه ان اعول. طب قبل ما نعرف مسؤوليه من نعول يا دكتور ممكن ناخد ام محمد من القاهره. تفضل. الو السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا محمد، انا سامع. تفضلي. ممكن الشيخ لو سمحت. تفضلي معك. تفضلي لو سمحت يا شيخ، انا بتعمل عمليه مراره فجوزي نزل انها وطلعت السلامه، هجيب يفتح شريحه ويطلعها لله ان شاء الله. انا الحمد لله عملتها وان شاء الله ناوي يفتح الشريحه في مولد النبي فطلع منها اسمي واحنا الناس على باب الله يعني. نعم. هو نوى نزر يعني؟ وزعها ازاي؟ يعني هو نوى نزر وعايزه تعرف ازاي يتوزع هذا النزر مش كده؟ يا شيخ ان شاء الله سيجيبك الدكتور ان شاء الله، جزاكم الله خير. في سؤال تاني يا ام محمد ولا سؤال ده بس؟ خلاص جزاكم الله خير، اشكرك على الاتصال، جزاكم الله خير. الحاج اللي اتصل هو بيسال على هل في القران ايه متعلقه بالربا؟ نعم. فطبعا في ينحق الله في ايات في اواخر سوره البقره. نعم. ايات تتكلم عن مساله الربا. نعم. يا ايها الذين امنوا ينحق الله الربا ويربي الصدقات. نعم. في اكثر من ايه. في اكثر من ايه. نعم. طيب بالنسبه من يعول، هل يطلع من الصدقة أو من الزكاة للأب والأم والزوجة والأولاد؟ من كانت نفقته واجبة علي ف لا أخرج من زكاتي له، ولكن كل ما أنفقه وهو واجب علي هو أيضا من صلب المال. أنا أقصد دكتور إيه؟ نعم. كل ما أنفقه مأجور عليه. مأجور عليه هو صدقة.
وأما الزكاة، المرأة إن وجدت زوجها يحتاج إلى المساعدة وساعدته تخرجه من زكاة أموالها. نعم. كما سألت زوجة سيدنا عبد الله بن مسعود الرسول صلى الله عليه وسلم هل يجوز لها أن تخرج زكاتها لسيدنا عبد الله؟ قال نعم، هي يعني لك صدقة وصلة، وصلة أيضا وبر. نعم. لكن من أعول إذا أنفقت عليهم من باب الكفالة؟ نعم، لا أخرجهم من زكواتي، أنا ملزم بها أصلا، أخذ الأجر عليها. نعم، أخذ الأجر عليها. هيدخل في الحديث اللي رواه الإمام مسلم ذكره فضيلة الشيخ، اللي هو بيقول خير دينار، أفضل دينار تنفقه دينار تنفقه على عيالك. نعم، فهيدخل فقد يأخذ، يعني ممكن هذه أفضل يأخذ النفقات. أجر ممكن ياخذ اجر النفقة على اولاده وعلى زوجته افضل من الصدقه، ولكن يعني ما يحسبها الصدقه له اجر الصدقه. نعم. لكن في النفقه على الاولاد يدخل. نعم. في هذا الحديث. نعم، بالجمله يا دكتور، جميع من يعمل في الجمعيات الخيريه وما الى ذلك. نعم. الاموال التي تاتي اليه للفقراء، لليتامى، للمساكين، إذا وزعها عندما على يوصلها بأمانة هو أحد المتصدقين، هو أحد المتصدقين. بالضبط. يعني زيه زي اللي دفع المال. نعم. وده تدريب. نعم. عملي. نعم. وده صفة عملية لغنى النفس. بالضبط. معنا. نعم. اتصال أستاذة فردوس. نعم. من بشتيل. ألو، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. وعليكم السلام وبركاته. مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، بعدي سلام لفضيلة الشيخ. سلامة الله. ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ اتفضل يا فندم. بعد اذن حضرتك، انا بتعرض كتير لظاهره المتسولين اللي في الشارع، اللي هو دايما بيسالوني باللفظ المعروف العام، دي حاجه لله كده. انا بمتنع ان ادي لاي حد فيهم، لان انا عندي يعني منظور ان انا لو الفلوس دي اولى بيها ان ادهن اولادي، او لحد انا اعرفه قريب لي او معرفه يكون محتاج المال ده. نعم. فهل كده انا بامتناعي ده يعني اي نوع من البخل او الحرص، ولا انا صح ولا ايه؟ جزاكم الله خير مدام فردوس، سيجيبك الدكتور. شكرا، جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. تناولنا هذا الموضوع في الحلقه السابقه. ان الرسول عليه السلام قال ليس المسكين الذي يسال الناس ترده اللقمه واللقمتان. انظر الى هذه المعجزه، الذي يسال الناس هو ليس مسكين. ليس مسكين، ترده اللقمه واللقمتان، إن منعه هذا أعطاه هذا. بمعنى إن الرسول عليه السلام بيعلمنا من طرف خفي إن تعطيه اليسير، هذا يعطيه مثلا جنيه، هذا يعطيه جنيه، في آخر اليوم 200-300 جنيه مستور 100%. لكن لو كل الناس امتنعت عن إن هي تعطيه، سوف يتحول من سائل إلى أشياء أخرى غير صالحة في المجتمع. طب يا معالي الدكتور، لو تحقق لدينا أنه محترف، بمعنى دكتور أنا آسف، الرسول عليه الصلاة والسلام بيعلمنا ان احنا لا نعطيه الكثير. طيب مين اللي بنعطيه بقى زكواتنا ونعطيه الكثير؟ نعم. ها؟ الذين تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. لا يسألون الناس إلحافا، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس ولا يفطن له. فأنا عندما أتفقد عائلتي، أتفقد أبناء، ولكن الذي يسأل الناس لا بأس أن أعطيه اليسير. لا بأس أن أعطيه اليسير، ترده اللقمة واللقمتين، يعني أعطيه جنيه بس، لا أكثر من 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 أعطيه. لماذا؟ لأن لو هذا يعطيه الكثير وهذا يعطيه الكثير، آخر يوم مع 30-40 ألف جنيه. طب معي؟ لكن هذا اليسير وهذا اليسير، هذا جنيه، في آخر يوم مع 200-300 جنيه مسطور. يعني لا بأس أن أنا لا بأس من إعطائه، ولكن لا نعطيه الكثير، نعطيه اليسير. والله أعلم. وده تطبيق برضه لمسألة موضوعنا اللي هو غنى النفس. نعم. يعني اللي هو لا يسأل الناس إلحافا ده. نعم. ويحسبه الجاهل الأغنياء من التعفف، ده عنده غنى نفس. الله. ونتيجة لكده وسبب لكده ومن ثمرات كده، إن الله سبحانه وتعالى يسوق له اللي يبحث عنه. نعم. ويجيب له لغاية عنده. نعم. ودي من فوائد غنى النفس. ولذلك في الحديث الشريف من أصابته فاقة. نعم. فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، فإن أنزلها بالله أوشك بفرج عاجل أو عاجل. خلاص، ده من تنوير المعاملة. نعم. تنوير إيه؟ وهذا أيضا المعاملة. كيف نصل إلى النفس؟ أن نتوجه إلى الله، نسأل الله يا غلام إذا احفظ الله يحفظك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. نعم.
دكتور احنا اتكلمنا عن تنوير التفكير نعم والسلوك نعم والمعاملات، وعايزين يعني دعوه للساده المشاهدين ان احنا كل المعلومات اللي خدناها، لان علماء التربيه يقولوا ايه، ماذا يفيد امتصاص الرحيق ان لم تفرز النحله عسلا؟ نعم، يعني احنا بنمتص الرحيق من الايات والاحاديث والكلمات نعم. الطيبه، يبقى لازم تنعكس علينا في مجتمعنا نعم. تتحول المعلومات الى معمولات تمام. اللي هو تنوير المعاملات تمام. كيف نتحصل على غنى النفس في دقيقتين كده مع الدكتور؟ هذا سؤال حلقتنا اليوم باذن الله. كيف يعني نجعل هذا السؤال للحلقه نعم ونجيب عليه الحلقه نجعل سؤال حلقتنا النهارده كيف نتحصل على غنى النفس، ولكن اريد ان ناخذ قصه، لان احنا وعدنا نعطي قصه نعم في نهايه كل حلقه ناخذ قصه قصيره في ان الانسان الذي يستغني عن سؤال الناس دائما يكون في البكور، يعني يسعى في الايه في العمل الحلال كما قال الله تبارك وتعالى امشوا في مناكبها. فذكروا ان رجل يريد ان يعني يقوم مبكرا الى طلب الرزق، فجاءوا في عمل جيد في البحريه، قالوا العمل ده لابد ان تصلي الفجر وتنطلق مباشره الى عملك. ففعلا جاب منبه عشان الاخ كان بيسال عن سؤال، وجاب منبه وراح ضابط المنبه على ايه؟ على اذان الفجر عشان يصلي الفجر ويطير على ايه؟ على الشغل. فعلا المنبه رني 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 لغايه ما نفس رن المنبه تماما وما استيقظ. وبعدين بيقول احد اصدقائه يعني المنبه اخذ يرن لغايه ما وراح عليه ما راحش الايه الشغل. قال له لا مش هينفع مش هينفع كلام، شوف بقى الاخذ بالاسباب زي ما فضيله الشيخ اشرف قال له انت لازم المنبه تربط في الـ في الـ في الزنبلك المنبه في براد مياه في مليان بالميه يرن يرن يرن، لو انت استنفذ الرنه وما صحتش هيروح البراد يميل وينزل عليك ميه. قال والله دي فكره جميله. فلما عمل الكلام ده هو فعلا جاب براد ميه وملاه بالميه وفعلا فضل يرن يرن طول رن المنبه ما صحيش لغايه ما البراد جاب عليه الميه راح قايم جري ومتوضي ومصلي الفجر وطلع على شغله علشان يقول ناخد بالاسباب ان احنا نجري ونبكر العمل. مين هو ده بقى؟ ده قصة فيلم اسماعيل ياسين. جزاكم الله خير. ده فضيلة الشيخ اشرف في دقيقه كده رساله للساده المشاهدين عن هو حضرتك عنوان الحلقه بتاعتنا. هو حضرتك طلبت لو في مثال من النساء في نعم. غنى النفس. ام عماره سيده نسيبه. وده انا طبعا مثال طيب، لكن في مثال ربنا ذكره في القران الكريم نعم. وحتى ربنا سبحانه وتعالى ضرب به المثل للمؤمنين. قال وضرب الله مثلا للذين امنوا وذكر امرأة فرعون. الله. فأنا أرى هذه المرأة يعني المثال الحي في غنى النفس. الله. امرأة فرعون، مين هي امرأة فرعون؟ لسيدة مصر الأولى اللي نعم. كانت زوجة فرعون. لما بيجدوا مقبرة من مقابر الفراعنة بيجدوا الكراسي من ذهب والمعالق من ذهب، يعني الست دي كانت عايشة فين؟ كانت عايشة في ذهب في ذهب في ذهب، تحتها خدم وحشم وسيدة مصر الأولى، ومع ذلك تركت كل ده وطلبت الآخرة. الله. طلبت نعم. ربنا سبحانه وتعالى. ابني دي بيتنا. وده علامة على غنى نفسها يعني. وإحنا نعتز إن المرأة دي مصرية من مصر هنا. نعم. ومصر حددت ومصر الهدف مليئة نعم. مليئة بالنساء اللي يضرب بيه المثل زي هاجر مصرية كذلك. نعم. فده مثال حي على غنى النفس، إن هي طلبها لربنا سبحانه وتعالى ودعائها ربي ابني لي عندك عندك. فنسأل الله خير فضيلة الشيخ. لعلنا يعني في حلقة في نهاية حلقتنا الغنى هذا غنى السؤال النفس بقى. نتذكر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يستعيذ بالله عز وجل من نفس لا تجبر. الله. فندعو بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم نعم. إن اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تجبر. آمين يا رب. واجعل نفوسنا من النفوس المشبعة. آمين. النفوس التي ترضى بقضاء الله نعم. وقدره. سؤال الحلقة اليوم بقى ان شاء الله يكون سؤالنا في هذه الحلقه باذن الله كيف نتحصل على غنى النفس. يبقى سؤال الحلقه النهارده كيف نتحصل على غنى النفس. بنشكر فضيله الدكتور مجدي الشريف المشرف على هيئه الاعجاز العلمي بالقران والسنه، ونشكر فضيله الشيخ اشرف على تشريفه لينا، والشكر موصول للساده المشاهدين.
أعزائي المشاهدين جميعا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم النفس المشبعة، النفس القنوعة، النفس التي ترضى بما قضى الله تبارك وتعالى، ترضى بما قسم الله تبارك وتعالى ورسوله. وفي نهاية الحلقة نشكركم على حسن متابعتكم الطيبة، ونتمنى لكم دوام الخير والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.